حراس المرمى بشكل عام عبر التاريخ، اهو ممكن ترتب لي افضل خمسة؟ يعني الحقيقة أنا ما واحد نادر شفتش السيد. أنت اختيارك. ايوه اختياري. بس الحقيقة أنا ما شفتش الستينات عشان أكون برضو أمين معاك يعني، بس أنا كنت أسمع إن الكابتن حسن مختار من الحراس المميزين جدا، كابتن حسن علي، كابتن يعني كتير من الناس. إنما أنا شايف إن الحقيقة يعني في الفترة المعاصرة يعني كابتن أحمد شوبير مع تمام، حفظ الألقاب، واحد مش واحد ولا واثنين من وثلاثة خمسة؟ بس خلينا في الخمسة. تمام عادل مأمور من تمام الحراس كنت بحبهم جدا جدا، شوبير، عادل مأمور، الحضري، نادر السيد، إكرامي. إكرامي، إكرامي طبعا الكبير. الكبير محمد الشناوي لو حبيت تحطه ضمن التصنيف، ما حطيتوش ضمن الخمسة، هل لا لسه ما يتحطش ضمن خمسة من الأفضل؟ هو مش ما يتحطش عشان خاطر يعني عشان مش تقليل منه مش يعني. تقليل منه، انما هو ما يتحطش عشان خاطر هو لسه ما خلصش المشوار بتاعه يعني. أيوه يعني انا شايف ان الشناوي، انا تاريخ الحارس او تاريخ اللاعب عامل زي رصيد كده البنكي يعني، انت بتخلصه بعد ما تحوش فيه يعني. يعني تقول انا بعد 10 سنين عندي مثلا مليون جنيه او عندي، فالشناوي لسه قدامه ان هو يزود من الرصيد بتاعه يعني، هو ما ينفعش ان هو يتحط في التقييم دلوقتي يعني.